يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بعد كل أذان يكون مشروعا وهل المداومة عليه أفضل؟ نعم نعم، الدعاء مشروع بعد كل أذان إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن، هذا عام في كل ما تسمع المؤذن يستحب لك أن تتابعه وأن تدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان، وهذا زين لك خير لك، كل ما أكثرت هو خير لك، إلا إن كان إنك ما تبي الخير هواك. نعم.